ضل عبي له الطاولة لحتى يضل. انت فيك تكملي شغلك. محتارة وعم فكر شو بدي أعمل. الحماية والكلنا اتنيناتهم صاروا بالمشفى وارتحت منهم، بس لسه في عندي مهمة صعبة. كيف خلي ديشا معهم كمان بالمشفى؟ ليك أخي، شو ما صار يصير لا تخلي أكشا يرجع البيت لبكرة المساء، لأنه هدول البنات هن الحياة أبارجيتا. وتشافي روح قلب أبوها، وإذا أكشاي بيرجع البيت قبل ما تكتمل الخطة، كل شغلي بيروح على الفاضي وبتفشل خططي. إنك تحط الأحمر عجبين مرة هو واجب عليك، بس أنت قصرت بواجباتك لهيك فقدت الحق بهالشي. أبو أبارجيتا، شو صار لك؟ كيف بتحكي هيك؟ ومعي؟ ها؟ كل كلامك تخبيص معي، وحتى إنه بشع وكله تجريح بتجريح، معي بتحكي هيك؟ لهيك صارت مهمتك إنه ما حدا من العيلة يتصل بأكشاي أو يوصل له. لازم تخلي موبايله معك وما تخلي يرن. إذا عرف أكشاي إنه أمه بالمشفى ووضعها صعب وبحاجة لعملية، ما بعرف شو رح يعمل. وأنا مو ناقصني أتحمل مخاطر أكتر من هيك. ماشي، رح فرجيها شو فيني أعمل. ألو. مدام أبارجيتا سينك، شو وينك؟ أنا بال... قولي الحقيقة، كنت عم تفكري فيني ما؟ شو؟ ايه أكيد عم تفكري فيني، لأنك لازم تضلي تزليني وتهينيني بكل مكان وبكل زمان وبكل وقت وقدام كل العالم، فأكيد بتكوني عم تفكري بهالشي. لا، أنت كتير غلطان وفهمان الموضوع غلط. تعرف شو مشكلتك؟ لحظة شوي، نسيان شغلة كتير مهمة. وينو؟ ما لقيت القلم ولا الورقة. لو كانوا معي كنت سجلت كل ملاحظة بتحكيها. نعم؟ وبعدين كنت نشرت كتاب مسجل باسمك، كتاب كيف تتعلم 100 طريقة لإهانة الناس وإذلالهم للمدام أبارجيتا.